بكم من جديد. نظمت رابطة الكتاب الأردنيين وبالتعاون مع مركز تعلم وعلم للأبحاث والدراسات حفل إشهار كتاب الهيمنة الصهيونية على الأردن لمؤلف الدكتور سفيان التل. الزميل أحمد الجابر كان هناك وعاد لنا بالتقرير التالي نشاهده سويا. بتنظيم من رابطة الكتاب الأردنيين وبالتعاون مع مركز تعلم وإعلم للأبحاث والدراسات، أقيم حفل إشهار كتاب الهيمنة الصهيونية على الأردن لمؤلفها الدكتور سفيان التل، والتي تقوم فكرته على أن الكيان الصهيوني لا يريد أن يعترف بوجود الأردن. الكتاب عنوانه الهيمنة الصهيونية على الأردن، وهو كتاب قد يبدو في نظر البعض أنه مثير، الهيمنة الصهيونية على الأردن، وقد تفترض أنه قد طبع خارج الأردن. لا، طبع داخل الأردن، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المكتبة الوطنية يعني تشجع حرية التعبير مهما اختلفت حرية التعبير، تعبير الشخص مع وجهة نظر الحكومة أو الدولة بعامة. فكرة الكتاب تقوم على أن الكيان الصهيوني لا يريد أن يعترف بوجود الأردن ويسميه ما وراء النهر، ووضع خطط كافية لتنفيذها على المدى الطويل منذ أن وصل إلى فلسطين واحتلها. وكثير من فصول هذا الكتاب تتحدث عن تفاصيل هذه الخطط، سواء كان بتدمير الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أماكن لبناء المنازل لتهجير اللاجئين، والقضاء على الأرض الزراعية للسماح للإنتاج الزراعي في الكيان الصهيوني ليتم تصديره إلى الأردن، كذلك تدمير القطاع الصناعي. يضاف إلى ذلك تسلل إلى أراضي البتراء واستطاع أن يشتري مساحات واسعة جدا بملايين الدنانير من أراضي البتراء. استطعنا أن نوثق كل هذه الحقائق الموجودة. كتاب الهيمنة يتكون من 9 فصول، الأول فصل التمهيد، ثم فصل وطن يباع ويشترى، وفصل الذين باعوا البتراء، وفصل العلاقات العسكرية التي تشمل الأردن وغيرهم من الفصول في الكتاب. هذا الكتاب الذي شهر وعرف حتى أنني في إحدى مقابلاتي مع سامي كليب في الميادين في نص المقابلة أخرج الكتاب واستعرض كثيرا منه وناقشني فيه، فهو كتاب قد عرف. وقد لا أتفق مع الدكتور أحمد على الحرية هنا، لأن الدكتور سفيان استعمل حيلة رائعة. عنوان الكتاب الهيمنة الصهيونية على الدول العربية، الأردن نموذجا، ثم عندما طبعه لا كبر الهيمنة الصهيونية على الأردن، وهذيك حطها يلا بدك ميكروسكوب لتشوفها، الدول العربية نموذجا. مع أن الدراسات والأبحاث تعرضت لمسألة الأطماع الصهيونية والهيمنة والسيطرة الصهيونية ليس على الأردن وحسب، بل على المشرق العربي بأسره، وصدرت عدة دراسات صهيونية في هذا الموضوع وباللغة العبرية، فإن أحدا من الباحثين الأردنيين خاصة والعرب بعامة لم يتصدر لدرس هذا الموضوع الذي يشكل بعدا توسعيا إجلائيا بأيديولوجية دينية خرافية يهدد الوطن الأردني أرضا وشعبا بالابتلاع كما هو الوطن الفلسطيني اليوم. وتعتبر رابطة الكتاب الأردنيين تنظيما نقابي يضم الأدباء في مختلف مجالات الأدب من رواية وشعر وقصة وكتب ونقد أدبي وغيرها.
إذن طبعا نشكر الزملاء على هذا التقرير، يعني كتاب في غاية الأهمية ويسمي الأشياء بمسمياتها، يعني التبعية أو الهيمنة الصهيونية والهيمنة الإسرائيلية على الدول العربية بشكل عام وعلى الأردن يعني كأنموذج. يمكن أنت استضفتي يعني قبل أيام قليلة قضية ويعني رفع القضية بسبب الغاز واستملاك يعني الكيان لمجموعة من الأراضي أيضا الأردنية، يعني يجب أن يتوقف هذا، يعني هذا مش عارف شو بنسميه، هذا نوع آخر من أنواع الاستيطان والاحتلال يعني لخارج جغرافية فلسطين المحتلة.